أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. ضيفي وضيفكم الكريم معنا اليوم عضو مجلس الأمة السيد أحمد نبيل الفضل. مرحبا فيك أخوي أحمد. يا هلا ومرحبا، تشرف وجودك ويانا اليوم. الله يحفظك. اليوم صدر حكم المحكمة الدستورية والكل ارتاح، خلصنا. السؤال الآن ما بعد حكم المحكمة الدستورية؟ اللي كان قلق واللي كان يسوي عنتريات وبعيد عن الحين، حل مجلس الأمة، تقديم استجوابات، حيتغير المسار، حنتفرغ لعمل داخل اللجان، حنشرع قوانين، وين رايحين أخي أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف شكر على الاستضافة. شرف طال عمرك. يعني أنا سبق قلت لك إن هذه أول مرة أنا أي من غير ال. إحنا نحبها كذي. التحضير الكافي. يعني لأن الأحداث قريبة يمكن استعين فيها شوية بالذاكرة ولو أنها مو ذاك الزود. أنا اليوم صرحت تصريح أدعو فيه النواب إلى عدم الركون إلى السكينة والهدوء والراحة بعد الحكم. هذا الآن ريحنا من عدم الإبطال القانوني، في إبطال شعبي ينتظرنا على الأبواب، وفي مجهر كبير قاعد ينحط على أعمالنا، خصوصا إحنا النواب الجدد. ترى هذه الكمية من النواب معناته تغيير حاد في مزاج العالم، والتغيير الحاد إذا ما قابل إشباع لرغبة الناس اللي غيرت في إحداث تغيير على داخل مجلس الأمة، هم سووا اللي عليهم غيروا، إذا ما أحدثنا أحد يجيك تغيير حاد آخر. ممكن يقول لك 60 سنة إحنا نرشح نوع معين وعارفين مصايب، فغيرنا المزاج، غيرنا الحين، رحنا حق ناس اطلعوا بربس، لا يبخلنا على مينونة، لا ينايمنا. أنا أقول هالكلام وأنا مشمول بمن أقول. وتسمع الحكي يا أخوي أحمد. أنا مشمول بمن أقول. يعني يمكن أنا الأخف علي ضغطا من العالم أن أنا قاعد أقدم. بس النواب الآخرين للأسف ضاعت 5 شهور وأنا بح صوتي، لكن الصوت الواحد ما ينسمع، ما له صدى. صحيح. وأنا أقول لهم خلونا نجتمع، خلونا نقدم للعالم خلال أول دور انعقاد ما إحنا متفقين عليه. مو معقولة. لا يعني منو أكثر الناس ضدية بيني وبينه أنا بالأفكار؟ من النواب. يعني خذ لك على سبيل المثال الأخ محمد هايف، أنا ومحمد هايف ما نتفق على أن المرور قضية هامة، معقول؟ طيب نختلف في أمور أخرى لنؤجل الخلاف. هذا كانت مناداتي المتفقين عليه، هذه مناداتي من البداية. بس بالنهاية نكون واقعيين، يعني أنا مناداتي لهذا الموضوع ما لها ثقل في أول الأيام، والناس رايحة بزخم ما واعدوا فيه، قواعدهم، مواضيع الجنسية، مواضيع دخلنا في استجواب فجأة للشيخ سلمان، دخلنا في أمور تأزيمية، وأشعر بأن أغلب النواب انجرفوا دون إرادة. يعني مو هم فاقدين إرادة، تأثروا يعني تأثروا بهذه العناوين البراقة. ولا شنو تفسر أنت توقيع هالكم الهائل من النواب على تعديل المادة 79 اللي توهم ب 2012 حاولوا فيها، ويا رد صاحب السمو، رد القانون وشرح ليش إعادة تكرار المحاولة. يعني ما أعتقد إلا أنه يندرج من ضمن يعني ملء حساب النواب بالقضايا اللي لو أبطل المجلس يقدرون يسولفون فيها بشيء. ما أتكلم عن كل النواب، أنا ترى في نواب مجتهدين، يعني نكون واقعيين. إحنا مشكلتنا كالآتي، إحنا خاصة في من الشباب مجتهدين، وأنا أخاف أقول اسم يفهم الاسم الآخر أن أنا ضده، فلذلك لن أتي بأسماء، لكن والله عندنا ناس مثل الذهب وقاعد يشتغلون. مشكلتنا عدم الترابط ما بيننا، وهذا اللي قاعد أحاول أني أسويه. الكل يريد أن يستقل بنفسه. اليوم من شهر ونص بينت عند الشباب أنهم لا وعوا أن لو قاعدين يجرفون في مشاريع ما تخصهم. وعوا وعي واضح أقول لك إياه، وأنا مطمن الكل وعى، حتى اللي صارت عليه متأخر العودة وعى أنه انجرف. اللي يقدر كعبرك كعبرك. في ناس تكعت، في ناس كعت وقالت ومسكت الميكروفون وقالت احنا وين رايحين؟ 4-5 يبون يحلون المجلس، يحط لي عنوان براق وانا مثل النمل اللي ييك على الشيرة اقعد اطبق عليه. لا، انا الاوان للاغلبية هذه ان تقود، انا الاوان لأكبر حزب موجود او تجمع موجود داخل مجلس الأمة وهو حزب الشباب. احنا 12 واحد ترى بجهود مشتتة يغلبونك 2-3 منظمين. كثرتك ما تعني اي شيء اذا لم تكن حلم. احمد الحين خل نروح على
سؤال باختصار، تتوقع الفترة اللي راح تقل الاستجوابات؟ أعتقد ذلك. تتوقع؟ إيه، شوف عددها لا تحكمه، لأن اللائحة تعطي لأي نائب في أي وقت يستجوب أي شخص. زين، استجواب رئيس الوزراء؟ أي واحد يقدر يستجوب رئيس الوزراء، وبالتالي ما أقدر أقول لك ستقل. واحد يظل راكب رأسه وكل يوم يقدم لك استجواب. استجواب رئيس الوزراء، استجواب وزير الإسكان ياسر أبو. ما تخلص. في استجوابات على بعض الوزراء جاية. عشان نبتعد عن أسماء النواب، خلينا نفترض أنا اللي أريد أن أحل مجلس الأمة، لا يوجد، لا توجد قوة على الأرض ممكن توقفني إن كل يوم أقدم استجواب في وزير مختلف. ممتاز. أنا بأزم. بس هذا وهم. في البعض قال بحستجوب كل أسبوع. ما يخالف، بس هذا حقه. حقه يقدم. مو حقه يناقش، هذا حق 48 نائب اللي قاعدين لو تشيل منهم المحلل. شو ما لهم إرادة؟ ولا إرادتك فجأة تفوقت على إرادة 48 نائب آخر؟ وأنا كنائب أعتقد ما تقوم فيه فيه الآن عبث. وفي أحد الناس المستجوبين قام قال حق وعده، أنا ما يهمني ينحل. هاي حبيبي أنا يهمني ينحل، وأنا ما وعدت العالم إني أسوي مشاريع وأنا برا المجلس، ووعدتهم أسوي وأنا داخل المجلس. أنا ترشحت عمري عشان أنجح وأبقى 4 سنين وقدم يعني أقصى ما أستطيع داخل هذا المجلس هدفي. وليش أنا أسمح لك تلبي طموحات ما وعدت فيه أو طموحاتك أنت الشخصية وبما وعدت فيه على حسب ما وعدت فيه أنا الناس؟ أنا لما أقول أنا ترى أنا أمثل كل هالوجوه الجديدة، كلنا ترى تحت الاختبار، فأنا أقول لهم خلاص الآن مرحلة وعي. حلو. 5 شهور إيه؟ ما قدمنا فيها للعالم شيء، عيب علينا، عيب علينا. لا ناقصنا جهد، لا ناقصنا عمر، لا ناقصنا ابتكار، لا ناقصنا، عيب ما ننظم عمرنا. راح تكون سبة الآن، راح هاجس الأبطال، انتهى الحين وقت العمل. هذا الآن وقت الشغل، مو وقت الراحة، مو وقت الوناسة والابتسامات لا يعني مجلس الأمة خلال آخر شهر ونص مجلس أشباح، تمشي بالممرات تسمع صوت مشيك، ماكو أحد. صيبة. ما يخالف، كل من له عذره. الآن وانتهى هاجس الأبطال، ممكن أن جاب البلد؟ هذا سؤال لكل النواب، حكموا عقولكم. الآن المسألة ما عادت موجودة معارضة ما معارضة وخمسين عضو داخل، أكو شعب كامل قاعد ينطر، أكو ناس قاعدنا 5 أشهر. أنت طلعتونا كذابين بهذه الطريقة. الناخب ما له علاقة، أنا والله قدمت المقترح بس اللجنة التشريعية للأسف استولوا عليها ناس مرروا أجنداتهم على حساب أجندة الوطن. ما يفهم هالكلام، يفهم أنت واعتني. أنا ما لي علاقة بدهاليز المجلس ولا أعرف شلون أوراقك تمر. وين اللي وعدتني فيه؟ إحنا كنا تحت المحك، 35 اقتراح بقانون، إيش تسوى علي أنا باكر لو ينحل المجلس ولا يبطل المجلس؟ شو جاب العالم فيه؟ شو أقول لهم؟ قدمت ورق، قدمت حبر على ورق، وهذا راح يتم. والعمل السياسي أكبر من تقديم اقتراح. صحيح. العمل السياسي عبارة عن موازنات ولوبينج، هذا العمل السياسي. لذلك أدعو من خلالك، من خلال الشاشة، اليوم ما في وقت ولا عندنا ترف الوقت، وعندنا مشاكل مستحقة قيلت في الخطاب السامي لصاحب السمو. أولها مشاكل اقتصادية عاصفة وتسبقها مشاكل أمنية. حلو، خلينا نتكلم عن الموضوع التنموي والاقتصادي، وهذا الأهم. طلع وزير الأخ الصالح، يعني قد يكون أخطأ، قد يكون غير قاصد، قيلت عليه. اليوم نتكلم عن الدول كلها تهتم في قضية الاقتصاد والتنمية. سمعنا الشيخ ناصر محمد يبي يروح الصين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تكلم وشوف تكلم عن الوضع. شوف حضور الأرقام في ذهنها تختلف، تتفق مع هل هو طموح جدا في خطته ولا لا. هذا أمر فني لا تستطيع تؤكده ولا تنفيه، إنما حضور الأرقام في ذهنه والتسلسل الفكري، وعارف بالضبط يعيد نفس الجملة. ترى يعني هذا مع دارس، هذا ريال جايك محضر. احنا نتمنى نلاقي هنا هذا النموذج، هذا ناطق باسم الحكومه. اليوم نسولف بالديوانيه نقول ناطق باسم الحكومه، مو لازم يكون حتى وزير. شغلته صار نفوق اسماك، صارت مشكله بالكويت، يجيب الشخص المسؤول يطلع في مؤتمر حال لحال دول خلق الله ويقول البيان المقتضب مال مجلس الوزراء، ثم يجعل المسؤول يوقف للعالم ويشرح لهم ويحط لهم بياناته وخرائطه وشغله على طول. وعلاج هذه المشكلة لازم ما يطوف 24 ساعة. أفضل حل لعلاج أي شائعة هو سرعة الرد عليها. حل. لا تخليها تربى بعقول الناس، مثل أنس الصالح ما قاله غير الكلام اللي مكتوب داخل المجلة. أنا من الناس اللي انبلفت ورحت مع هالكلام، شنو هالحكي هذا، أنت وزير مالية طلع الكلام اللي مكتوب داخل غير.
وهذا يعني دليل انه يعطي ناس وزرائنا يعني خاصه اللي في هذه المراكز لا تروح تقعد تصرح لي باي مجله. مع احترامي ما ابي اقول المشكله خاف يرفعون اسم المجله، خاف يرفعون عنها قضيه. الناس حاطين عنوان غير الكلام الريال اللي قاله، وداخل يقول ما عندي خوف على، يعني هناك قلق على الاستدامه على المدى الطويل، بس ما عندي خوف على احتياطياتي. بس لا ينتقد بهالسهوله اللي ينقال في مجلس الوزراء، ما ينقال لنا قول لي تبيه في مجلس الوزراء كيفك. بس لا تقول صحافة ترى وانت وزير مالية خزنة الكويت، تعرض الى اقتضاب. ويا حبذا لو كان مرة ثانية من غير تصاريح صحفية او غيره، افضل بوديوم كلام مسموع ومرئي حتى ما حد يقتط. شوف الان سرعة انتشار هذه الشائعة على انس الصالح اللي انا انتقدته كثيرا وما زلت انتقده، والى ان يأتيني بصحيفة او ورقة مالية واقتصادية فعلية راح يخف الضغط عليه. بس بهذه ما غلط، لكن شوف سرعة انتشارها بين الناس والعالم اللي انتقدته وحطوه بالسناب وشلقوه بسبب غلط. ما كان المفروض يسمح برستيجك كوزير مالية انك تروح. ما يخالف وزير مالية، تدري لما بالاقتصاد وتعرف الاقتصاد يخاف. طيب طلع هو بوديوم الحين تكلم. نفاه بس يعني النفي على الواتساب. حيشوفين نفاك لما طلع الخبر وانتشر كلامك هذا يؤثر على البورصة، يؤثر على والبورصة حلال الناس. انت بالتالي تصريحك يؤثر بخباتي دايما على الشركات على السندات على عموما على اليوم زياره الشيخ ناصر محمد للصين تشوف في رؤيه ناصر الشيخ ناصر صباح الاحمد عفوا الشيخ ناصر صباح احمد زياره الصين ايضا عندك موضوع الجزر، شلون تشوف الوضع؟ خوش زياره للشيخ ناصر وكم في عهده الجزر. فيعني هو زيارة حسب ما فهمت حق مناقشة الآن المشروع الضخم جدا القائم بقيادة صحيح. الصين موضوع خط الحرير، بما أن الكويت على ضفاف هذا الخط فلا بد أن تستفيد وتفيد عليه. فأنا نشوف الأوبورتيونيتي اللي أو الفرص اللي ممكن الكويت تستغلها. تكلم عن 200 مليار راح تدش على الكويت الاستثمارات يعني هذه، يعتمد الدراسة اللي هذه الدراسة الموجودة اللي ذكرها الشيخ ناصر صباح الأحمد. فرصة جديدة يعني خلي الأرقام لا نتكي عليها وايد، الأرقام قابلة للتغير على أي فاكت صغير تغير الأرقام. بس الفكرة جيدة جدا، بس حبذا لو أنك أنت الآن تطلع بالصين وبتشوف المشاريع الضخمة على الأميال الواسعة هذه كلها من الصين إلى أوروبا ماشي. طيب أما كان أجدى أنك تأخذ معاك أعضاء من اللجنة المالية ايا كانت اعضاء اللجنه او نخبه من المجلس رؤساء اللجان على الاقل، لان هذا موضوع قد يكون يتطلب تشريعه. بالتالي بدل ما تروح تقتنع بالمشروع ثم تاتي تقنعنا حتى نعمل تشريعاتنا، الا احنا كلنا شايفينه ومقتنعين ونجلب الصوره كامله للمجلس ونصير احنا اداتك في الاقناع. احنا نكون اداتك في الاقناع، يجب ادخال مجلس الامه في لجان المختصه في هذا الموضوع. فقد يكون أنت علشان تهوكب مع هذا المشروع الكبير تحتاج إلى فرشة تشريعات، النواب يكونون معاك. يعني هذه حبيت لو أنه اكتملت هذه الزيارة بأخذ هؤلاء النواب يساعدونه. ولكن إن شاء الله الزيارات هذه متكررة، ومشروع مثل بهذه الضخامة لا يعتمد فقط على اجتماع واحد. شو تشوف استجواب المقدم لرئيس الوزراء في مفاجآت أو يحال المحكمة الدستورية؟ شنو التوجه؟ أنا ما أحب شغل التنبؤات. ما تحبه؟ لا، لكن أنا أتكلم شنو موقفي أنا منه. شو موقفك؟ يعني أولا هذا ليس الاستجواب رقم واحد لرئيس وزراء في تاريخ الكويت. هذا الاستجواب رقم 18 والاستجواب اللي وراء رقم 19. بالاستجوابات حذفت أخرت أجلت ألغيت، من نواب مقدمين الاستجوابات اليوم ينادون بعدم إحالتها حتى للتشريعية، حتى لو تشوف فيها غلط وتشوف فيها شوائب دستورية تطلع على المنصة تطلع. وهم نفسهم اللي أفتوا بتأجيل سنة شطب استجواب. أكو واحد من المقدمين الاستجواب اللي مسكه وقال هذا أخي، هذا هارون أخي عن الاستجواب، هذا كان عضو في اللجنة التشريعية بالسابق، لغى استجواب كامل، لغاه وبرر الوزير فوق الشبهات اللي انت عارضها باستجوابك ولغاه. فالعملية مشتهات وهذا ما هو شغل سياسة. أنا دائما يعني شوف واحد قاعد لك لابد لك مجهز استجواب ينظر قوانين تمر، إذا ما مرت يقدم استجواب، هذا تعرف أنه ما هو شغل ناضج. حلو، بروح على الملف التعليمي خاص في موضوع الهيئة العامة التطبيقي والمشاكل. وأمس كان هني عندي
دكاتره واثاروا كثير من القضايا، وهناك لغط كبير قاعد نسمع عن يحمدون ربهم ما ابطل المجلس. اي كان راح ابطل المجلس كانت توحد وفيهم اداره التطبيقي. بنشوف التقرير لك. تكلمت في مجلس الامه عن موضوع الردود، وبعدين ابيك تتكلم عن هذا الملف. عطني التقرير مخرج. اليوم بعطيكم بس نموذج على ثلاث أجوبة أتتنا من التطبيقي، بس خلنا أوريكم، خلنا أوريكم. شوف أبس أعطيكم السؤال وبعدين أعطيكم الوقت اللي خذها الإجابة وبعدين أبى أقول لكم الإجابة. زين الحين أقول لكم شنو السؤال. السؤال نص السؤال الحين أقرأكم الأهم بالموضوع، إن أنا سائل عن الدورات المهمات الرسمية والمؤتمرات والدورات الخارجية اللي شارك فيها مدير المعهد الإنشائي بالهيئة العامة والتدريب حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، واللي شارك فيها كذلك أي مرافقين له. طبعا أنا من وين أقصد الحين؟ هم يالي الجواب الحين زين، وأنا أقصد ناس بعينهم بأصحاب هذه المراكز. وشنو منتهي السؤال؟ كاتب كذلك نسخة من القرارات الصادرة بإدارة الهيئة بهذا الشأن مع تذاكر السفر وإقامات الفنادق والمصروف اليومي والإجمالي لما تم صرفه على هذا الجانب بهذا المعهد. زين شيئتين الجواب بعد انتظار 62 يوم، أنا السؤال 20/2، يأتي الجواب كالآتي. يأتي الجواب نفيدكم أن تعاقب على المعهد هذا اللي سألنا عنه ثلاث مدراء وهذه سفراتهم. زين واحدة فيهم المهندس علي عبد الله الخميس، وحاط لي على خمس سفرات مهمات رسمية. المهندس خالد أحمد المزرو رافق له السيد فواز خالد الغيث، هذه إجابتهم، وعندهم تسع سفرات. وهو المرافق ما له تسع سفرات. أنت يا الغيث طب بس عشان أوريكم، فأنت الحين شفتوا هذا كله، هذه فقط هذا هني اللي مجاوبني فيه الدكتور عادل فالح المياس، مجاوب فيه الوزير والوزير ماخذ اجابته، مو الاثري المياس والوزير ماخذ الاجابه، علما بان التايتل مال المياس هو مساعد المدير العام. انا عندي مشكله مع التايتل مالك، تايتل مالك انت بكبرك عندي عليه مشكله، مو موجود بالهيكل، هذا مخترعين اختراع الاثري. فايتني هذا بالذات اللي انا قاعد سال عن البوزيشن ماله ويجاوبني ماشي. اتى الجواب الحين، اتى الجواب بعدد السفرات، وين كانت السفرات والكتب اللي على أساسها سافروا، بس الأهم الكلفة المالية مو موجودة. أحمد اللي ذكرته شيء خطير، واللي أمس سمعته من الدكاترة شيء أخطر. شو قاعد يصير بالتطبيق يعني؟ والله هذا اللي قاعد تسمع الحين غيظ من فيض، يعني اللي موجود وايد. ترى أنا مقدم أسئلة ضخمة، لازم تعرف شغله واحده، لان واحد قاعد يخشش، وهذا انا اشتغل على الوضوح. الوضوح زين، هذه ما هي اسئلتي انا، لاني مدرس في التطبيقي ولا اعلم خفايا التطبيقي. لازم يعلم من يجاوب على هذه الاسئله ان الاسئله هي منكم، ترى هي من داخلكم. فاي شطه بالجواب او تعمد انك ما تشطه الجواب، عندي فخ انا، هذه الاسئله كلها عباره عن فخ، الجواب اوريدي موجود عندي. النائب ما يضيع وقته في سؤال عام الا اذا يقصد من وراه تشريع. الحين أنا قاعد أسأل بنية المحاسبة، فلما يسألك أقول لك عن ذيل اللي اطلعوا في مهمات، أهم بند في السؤال كان كم كلفوا، شايب لي الأخ جايب لي أسماء اللي طلعوا بالمهمات وكم مهمة طلعوا وإلى أي بلد راحوا وكتب التكليف اللي طلعت حق كل واحد إثبات ودينار واحد، قال لي كم يكلفون ما قال. طيب هذا المقصد من السؤال، وهذا نطر 71 يوم. 71 يوم؟ نعم 71 يوم، أربع أسئلة جوابهم خذ منه 8 سطور، تنطرني 71 والجواب كله على هيئة لا يوجد لا يوجد، فهو مو بحث. فمثلا في السؤال هذا سألتهم قلت لهم منو شوف الأساتذة اللي موجودين في التطبيق، أي هيئة علمية من حقهم أثناء ما هم أساتذة يعني يدرسون يقدمون بحوث علمية. كلمة دكتور هذه ما هي إلا مفتاح الباب لك، هذه فيلوسوفي ديجري، شهادة فلسفة، حتى أعطيك الأهلية أنك تستطيع قيام بالبحوث مستقبلا. مو تطق لي دكتوراه وتسكت طول عمرك على رسالة واحدة، يجب أن تتابعها ببحوث مجال عملك اللي عملت فيه الدكتوراه، آخر ما نشر فيه من مقالات تجدده. من يعمل ذلك له مكافآت ولا مزايا. سألت ما هي المعاهد أو الهيئات اللي تعتمد
يعني جيت الحين انا مدرس وقلت يا جماعه توني خالص من رساله جديده علميه، منو يعتمدها لك؟ هذا كان سؤالي الاولي. ثم سؤالي اللي وراء على طول، شركه بعينها قلت اسمها، موجوده في السناب، موجوده بقناتنا على اليوتيوب، الشركه بعينها هذه نسيت اسمها، وولد ساينس تكنولوجي شيء، هل انت ترسلون لها رسائل المدرسين مالتكم لاعتمادها؟ والسؤال الثالث والسؤال الرابع كلهم مترابطين، الاخير كان عن دكتور بعينه وافد، سالتهم هل هذا الوافد له علاقه بهذه الشركه اللي في تركيا ويعتمد، هو معتمد للشهادات هناك وهو كذلك مدرس بنفس المكان، يعني هذا اي زميله يقدم دراسه يروح تركيا يعتمدها له، هل صحيح؟ جواب على السؤال ان هل تعتمدون، لا يوجد اعتماد، والاعتماد يتم حسب اللائحه الداخليه التي وضعها ما ادري منو سنه بالعام الفلاني حسب القرار الرقم الفلاني، شنو ما يقول، يعني انا الان مهمتي اني اروح ادور وراه في لوائح الداخليه وقراراته، هذا اللي ما يبي يجاوب يسوي لك كذي. اثنين، هذه الشركه بعينها تعرفها؟ جوابنا كما الجواب السابق، احنا ما عندنا شركات نأهلها. انزين الريال اللي قلت لك عنه كان يقول ايه الرجل عندنا مدرس في القسم الفلاني ولا يضير ابدا ان يكون منضم الى مجلات عالميه، يقصد فيها هذه الشركه اللي تعقد المؤتمرات ولا يضر، وبالعكس هذه تزيده يعني مكان مرموق في العالم الاكاديمي. عمي توك انت ما تعرف هذه شنو، وبالجواب الآخر يؤكد انضمامه بل وفخره أنه عنده في التطبيقي أستاذ منتمي لهذه الهيئة اللي توه ينكرها. لذلك ما حطينا الأسئلة هنا يعني مني والطريج. شوف ما في شك أن القرارات الخاطئة كانت سابقة لعهد الإدارة الحالية، إن من أخطاء اللي تمت في عهد الإدارة الحالية ما صارت في تاريخ التطبيقي. يا جماعة احنا قاعد نتكلم عن مكان يحوي 60,000 دارس ما بين معهد وكلية، جامعة الكويت الكبرى 38، يعني هذا نقطة التخريج الأكبر عندنا في البلد، ويترك بهذه الطريقة غير باقي الملاحظات، غير أن أنا أصلا أنت بالنهاية هذا التطبيق كل اللي فيه والصرف اللي فيه واللي احنا موافقين عليه، مخالفات اللي صار لها 4 سنين تنبه عليها لجنة الميزانيات عندنا وديوان المحاسبة ويقول له غلط اللي قاعد تمشي فيه غلط، أنت مخالف هيكل، أنت مخالف، ولا يرد عليهم، وعود فقط بالهوى ولا يعدل ولا شيء. فإحنا الآن من واقع مخالفات قاعد نراها بعيننا، قاعد يعملها في مكان يخرج له 9,000 قبوله، 9,000 تقريبا طالب بالسنة. شو اللي نتج عنه؟ إن أنت كل شغلك هذا متعلق في شيء واحد فقط، الأند برودكت مالك شيء واحد، طالب إما متخرج من كلية أو متخرج من معهد، إما عنده مهارة يتقنها وإما عنده علم يجيده، هل اثنين هل هم متوفرين؟ هل انت مطلع لي طالب ولا انت قاعد تسوي لي سياسه اغراق اخذ وخرج؟ شوف مده الانتظار في الكليات في الـ في الـ في الـ في الـ التدريب من التخرج 4 سنوات مشروع التخرج زاد الى 6 سنوات ونص، 2.5 سنين زاد. ليش؟ لان على عهد الاداره الحاليه افتحت موضوع الساعات الاضافيه بحري من غير مراقبة، وبدال ما كانوا يعطون 200 دينار 300 دينار آخر الكورس إذا أنت أخذت ساعات إضافية بعد ساعات العمل وفتحت لك شعب حق الطلبة، يعطونك 200 دينار، الرفعت صارت بالآلاف، بل أصبحت مغرية أكثر من راتبك الأساسي وتفوقت على راتبك الأساسي. فش اللي صار بطبيعة الحال إذا ماكو رقابة؟ المال السايب شو يعلم؟ ما يعلم الأمانة. فاللي حصل أن أغلب الدكاترة ايش قاموا يسوون؟ ما ناخذ يبا شعب احنا بوقت عملنا الرئيسي، فتكود الطلبات والضغط مما يجعلنا نفتح بالليل العصر، مع ان فتحهم العصر ما راح يغطي كل الطلبات، فش يصير باللي ما يحصل لهم الحظ يتاخر. كل هذا علشان كميه من المدرسين يستفيدون من هذه البدلات. شنو سويت انت يا مدير التطبيقي لحل هذه المشكله؟ هذا اساس عملك. شنو هي نوعيه الطلبه اللي قاعد تخرجها وش كثر قاعد ياخذ منك وقت للتخريج؟ ثم هناك اسئله استراتيجيه اخرى، انت هل قاعد تربط بينك وبين احتياجات الدوله؟ عمليه تقسيم ايش كثر يتخرج منها 60,000 من معهد ولا من كليه مبنيه على اساس علمي واحتياج السوق؟ رابطها 30% تقريبا يتخرجون من معاهد، 70% يتخرجون من الكليات، هذه التقسيم العلمي محتاجتها البلد تنسق من معه. طيب هذول اللي اصحاب الحرف
نسقت مع صندوق الأعمال الصغيرة في أمور عودة، هذا غير السياسة والنهج العام ويعني تفصيل مناصب اللي انت تقدمتوا فيها يعني بجريدة الشاهد الغراء صفحة أولى تحقيق، وهذا كلام مضبوط 100% لأنه يعني مثل ما ياكم بالدليل أنه قاعد يواخذ الإدارات هذا المعهد كله ويحطه بيد مجموعة واحدة، يعني مو أضمرة الشر في الكويت إلا مارست قامت به، رأيناهم رأي العين. علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة غير منطقية بكل أمانة. وأنا أقول للأخوة النواب لأن الإدارة استعانت ببعض الأخوة النواب اللي أنا أعزهم وكلمتهم عندي ما ترد إلا بالحق، بالحق أرد كلمة أبوي الله يرحمه إذا ما اكتشفت إن الموضوع، أقول لهم يا أخوان قدركم عالي وكبير، لكن هذه الأجوبة مستفزة ولا ما هي مستفزة؟ قاعد 71 يوم دز لي جواب بلا جواب بلا أي معلومة أستفيد منها، ثمن أسطر تقعد 71 يوم. لو أنك متعاون ترفع السماعة على الوزير تقول يبا هذه أجوبتي، ترى لو داق لي الوزير قال ترى هذه أجوبتهم، أنا بالنهاية بالعنب ولا بالناطور؟ أبي العنب، أعطني الجواب. دكتور محمد الفارس شنو موقفه؟ هذا اللي أنا متضايق جدا من الموضوع، إنما هذا السبيل الدستوري الوحيد. أنا جبيلي مو اتصلت عليك كلمت بل وديت لحتى اليوم تلاقيت معه في عزة العثمان الله يرحم موتاهم وموت المشاهدين، شفته قلت له أنا أمس مسوي سناب اللي عرضته جزء من أنتو الآن، قلت له شفته؟ قال لي شفته. اللهم قد بلغت، واضح الكلام على شنو حال باجي 16 سؤال، يعني هذا تجاوبني عليه بثمن أسطر وسؤال آخر تجاوبني عليه بأربع ملفات فايلاتها مصورناها بالسناب، هني ما يبيك تقرأ يعتقد أنه كثر الأوراق ما تخلينا نقرأ ولا نفرز، وهني يرد عليك كروتك بأربع ثمن لأنه مباشر. زين هذا لو أنه ما في بطنه شيء يرد عليك هذا الطريقة. اثنين اللي رد علي من؟ الأخ المحترم المياس، أنت منصبك مساعد مدير عام، لا يوجد في الهيكل التنظيمي للمعهد التطبيق العامل التطبيقي شيء اسمه مساعد مدير عام، هذا اختلاق. وسألت عنه وياني الجواب، شنو ياني الجواب؟ قال لي هذا موجود من قبل شيء من زمان وتونا عم سوينا، فانتش اللي سويته كان اكو مساعد واحد لشؤون الانشاءات حطه المدير احد المدراء السابقين اللي قبل عهد الإدارة الحالية، الإدارة الحالية تنفخته يعني صحيح ذاك ما كان خاطئ بس هذا مو دورك انك تسكت على الخطأ بل تزيده، ويعني تأخذها ذريعة بأن غيرك اللي سوى الخطأ فبالتالي أنا أكمل أكمل عليه. أحمد في رد من دول الخدمة المدنية بعدم الموافقة طبعا، في مخالفة في طبعا في مخالفة خالصين المخالفة خالصة. فأنا الآن أضع الأخ العزيز الدكتور محمد الفارس اللي الحمد لله الله عداه الشر وقومه بالسلامة الحمد لله، أقول له لا تضطرنا نتجابل داخل القاعة، الموضوع واضح تدري شلون، أنا متنازل أمام الناس الآن 16 سؤال خذهم حلالا بلالا، يبقى أنا مون على الحميدي أخونا أبو بدر أهم أقول له يوقف أسئلته ما يطالب بالرد عليهم، وكل واحد سأل التطبيقي على شرط أنا أثق فيك يا معالي الوزير وراح أوصل ثقتي باقي النواب فيك لباقي النواب، أنت حصل الأجوبة على هذه المسألة وأنا راضي، أنت بروحك روح حصل الأجوبة خذها منهم قول لهم هذا كم كلفونه، قول لهم هذه الأكاديمية اللي بتركش قصتها هل اعتمدت عندنا شهادات؟ إذن هذا المدرس يشتغل هناك يعني زميل يعتمد شهادة زميل؟ هذا ما في conflict of interest؟ اسأل أنت لك، بس أنا ما راح أطول معاي المسألة يعني إذا استمريت ولا لقينا في تزكية للأخوان نفسهم ولا إمضاء لخطتهم في أخونة هذا القطاع المهم، خد تكلم بصراحة أخونة بالاسم، العفو ماكو بهالبلد إلا هالولد شنو، وأبناء الكويت الباجين هم قد ثقة، ثم عطني هيئة من هيئات الدولة نجحت وازدهرت في ظل قيادة أخونشية، آسف يعني أنا ما ودي أكون عنصري أو أكون متحيز ضدهم بس هذا واقع لا يوجد مكان تفخر فيه، قادوا هذا الفصيل هكون واضحين. الآن أنا بأتمنهم على أكبر مخرج للعقول الشابة اليافعة اللي عقولها كالإسفنج تمتص أي معلومة، وخلي رؤساء المناهج ورؤساء الدنيا في إيد فصيل واحد نعرف أنا وياك فكرة شنو
وين متجه من غير ما أكحله باقي أطياف المجتمع. يا عمي أنا ما أقول لك أقصي، أقول لك اشمل حتى ما يكونوا صاحب الرأي الأوحد. هذه المناهج تدمر أجيال يا محمد. إن كانت داعش خطة استخباراتية فالوقود إحنا، وإحنا ما يطلع إلا من خلال مصانع الأفكار الخربة هذه اللي قاعد تطلع لنا العالم. يعني تعطي فرصة حق دكتور محمد الفارس؟ بعطي. وفي هناك أسئلة ترى شوف إحنا إلى الآن ما قاعد نتكلم بالجانب التقني، يعني الجانب التقني وهو جودة التعليم هذه لأخونا الدكتور عودة الرويعي يعني باع ومتاع، هو على الدكتور خليل أبول المتبحرين هم يمارسون المهنة، فعلى وزن الجودة أنا ما تدخل بأمور مالية، أنا أتكلم بالشكل القانوني والمخالفات المالية فقط. عموما أنا ليش يعني أعطيت هذا الرسالة اليوم واضحة لوزير التربية، شوف وضع التطبيقي وخلي يرد هو على أسئلتك بينك وبين المسؤولين، خلي هو يحكم. هو يرد وأنا قابل بحكمه لأني أعتقد فيه أنه رجل نزيه، إنما عاد هو حكمه لازم مبني على بعد أدلة مضادة. ما تقول لي أنا ترى اللي بلقيت الإدارة بريئة ودليل البراءة واحد اثنين ثلاث، بعد أنا بالنهاية لازم أوري العالم. لو كانوا مخطئين ياخذ إجراءاته. خذ إجراءاتك، كلام حلو، بس خذ إجراءاتك القانونية. ها ولو بان لك أنهم غير مخطئين فهذا اللي قاعد أنا أتكلم فيه من تهديد ووعيد أخذه ورميه بعرض الحائط. إحنا ما نرضى بظلم أحد، قد نكون تحت تأثير معلومات غلط، جايز 1% أنه يكون كل هالناس اللي تجمعوا عندك أمس واللي يو يشتكون كلهم بعد متآمرين، جايز تحقق أنت. حلو، نروح على ملف ثاني، ملف الرياضة، استجواب سلمان الحمود. رفع الإيقاف استجواب سلمان الحمود. يا ليت، قدم الريال استقالته ومشي. وين صار؟ للأسف صدق كل الكلام اللي قلناه قبل. الآن كل التنازلات اللي أبدتها الحكومة الآن لا تبدي نفس المرونة. الريال كان موافق على كل شيء، جيت وحطيته علة الإيقاف فيه، هذا هو الريال. الآن شو صار له بعيد بصباح أشهر أشهر، شو اللي صار؟ شو اللي تحلحل؟ شنو دوركم أنتوا يا من قمتم بالاستجواب في الآن تقريب وجهات النظر بيننا وبين الجهات الدولية؟ ما أنتوا أقرب لهم. لذلك أنا من أول أقول لك ضيع وقتك، إحنا ما أتينا يعني هني للقص واللزق، إحنا أتينا لعمل برامج علمية مدروسة لها أرقام، نوافق على مشروعات على المدى الطويل، عشان أنا أقضي لي مرحلة بتعدي وأقول الظلم ما يستمر لو مهما كان. هذا كلام قلته أنا قبل سنة ونص، هذا اليوم يعني عقد اللعبة كلها قاعد تنحل أمامك. وين القوانين المشروع يعني قوانين المشاريع اللي أنتوا قاعد تجهزونها؟ قانونين حتى قانون. ما أطل فيها، أنا أتكلم فيها وايد بدواوين وسناب حتى بس ما أمل للعالم. هما مشروعين عندنا الآن، مشروع يتكلم علشان نوافق على ما تعهدنا فيه وهو يلغي القانون الحالي ويردنا على قانون أقرب لقانون 2012 مع حلو. تعديلات كل الشوائب اللي فيه اللي ما تخلي الحكومة تراقب على أموالها، هذا حلو. ممنوع حلو. هذا قانون، ثم ليلحق على طول قانون التطوير الرياضي. قانون التطوير الرياضي هني الحكي وهني النقاش وهني المفروض أن نقعد فيه ونسولف فيه وايد، مو اليوم، لأن أنا وعدت الناس أن بعد ما يتقدموا نناقشه في اللجنة ونقره نعمل مؤتمر شامل فيه كل الرياضيين بكل أطيافهم، محللين كانوا، مدربين، نواب سابقين اشتغلوا في الرياضة، رؤساء اتحاد سابقين حاليين كلهم يأتون. متى تتوقع رفع الإيقاف على الكويت؟ ما أدري الموضوع ما هو بيدي، لكن آمل قبل انعقاد الكونغرس، كونغرس في 15 ما أدري 20 والله ما أذكر التاريخ، بس نص هذا الشهر. أتمنى الآن يا جماعة موقفنا واضح، ما قلنا في الاستجواب كان واضح، الدول اللي حوالينا تمارس أشد أنواع التدخل ولا أحد حولها، ولا حد يتكلم. فأنت الحين تبيني على هذا الوضع الشاذ أعمل قانون كامل وقعد عليه؟ طب تعدل الوضع الشاذ، وين تطوير الرياضة؟ أنا أشوف دوري محلي ما أقدر أنا على اللي برا ترى، عرفت؟ خلي على الأقل أنا رياضة واقفة بس أسويها بشكل زين، ولا رياضة واقفة بمستوى رديء. حلو، في قضية مهمة، قضية النفوق والتجاوزات البيئية اللي تستمر، شنو موقفك منها أحمد؟ شوف أنا جبت التقرير، والتقرير ضخم ما جبت الورق ماله كله، هناك تقرير 39 صفحة. هذا التقرير يا طويل العمر عام 24 أبريل 2002، كم سنة؟ 15 سنة.
طيب هذا شنو؟ لجنة البيئة في ذاك الوقت برئاسة أخونا الكبير بمشعل خلف دميثير. يو ويابوا كل الجهات المعنية في البيئة، وقتها كان في هيئة بيئة، ويابوهم ويابوا معهد الأبحاث ويابوا الدنيا واستعانوا من برا وطلعوا أسباب. في ذاك الوقت كان عندنا الميد، نفوق الميد، فضيحة الميد سبقها قبل هذا بسنتين المد الأحمر، وأحصوا كل الأسباب المؤدية للنفوق. تذكر إحنا كنا نقول أول ما طلع، طيب ليش؟ السبب شنو؟ تعددت الأسباب. الأخوان هني أثاري مسوين الهومورك خاصين من 15 سنة، بس الناس ما تقرأ، وحاط لك بالضبط شنو التوصيات. التوصيات ضرورة وضع نظم ولوائح تشريعات المحافظة على جون الكويت على اعتبار أنه مصدر رئيسي من مصادر الثروة السمكية تحت تشريعات. قمت قبل 4-5 أيام لعمل تعديل على قوانين البيئة وتغليظ العقوبات وتفريق أنواع الملوثات للبحر، البيئة البحرية، تقدمت في معطى حق الضبطية القضائية للشباب الكويتيين اللي يعملون في الهيئة العامة للبيئة. حلو. كانت أول منوطة في الرئي في الوزير، وهذا تباعد إجرائي كبير. أنا الآن عبد الله الحمود وعندي ضبطية قضائية وعندي ناس يلوثون البيئة، لازم يكون عندي الحق أني أعطي رجالي حق الضبطية القضائية والتصوير وأخذ الأدلة، لأن عليها غرامات كبيرة جدا على الفرد إن كانت ولا على البواخر العملاقة. فضخمنا المبالغ، ضخمناها خليناها بمئات الآلاف. حلو. والحد الأقصى يصل إلى الملايين ومفتوح السقف. هذا ما تقوم فيه الدول المتطورة اللي تخاف على بيئتها. جون الكويت يحتوي على 90% من السمك اللي ناكله، مهين، هذه الثروة طبيعية. طبعا حماية البيئة البحرية، اثنين، حماية البيئة البحرية وضمان استمرارية الموارد الطبيعية بصورة مستدامة من قوانين وتشريعات وضوابط صارمة تحكم المخالفات الناتجة من المنشآت الساحلية لجون الكويت. ضرورة وضع حلول مناسبة لعزل ومعالجة مياه الصرف الناتجة من أعمال شركة النفط. ضرورة إزالة كافة التوصيلات غير القانونية لمياه الصرف. شو يسوي مرة شويخ؟ يربط الزيت والبقايا شغله بمصارف الأمطار، من يجي الشتاء تطفح الدنيا كلها وتصير بقع الزيت كلها في البحر. صح. وين يروح؟ بالجون، يعني حتى المكان ما هو سليم. ضرورة إزالة كافة التوصيلات غير القانونية، إيجاد حلول مناسبة لمنع طرح مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الكويت. كان في 6 بايبات داخل التقرير كبار مناهيل تقط في الجون، مجاري، مياه أمطار مجاري. استعجال ببناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدل ما تنقط بالبحر. هذا قبل 15 سنة. ضرورة قيام هيئة العامة للبيئة بإجراء دراسات المردود البيئي على المنشآت الساحلية جون الكويت قبل إنشائها. مو كل شيء تحطه على الشاطئ لازم تشوف المردود البيئي، يضر البيئة ولا ما يضر البيئة. الاستعجال بانضمام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية لمنع التلوث. 10 توصيات. أنا خذيت قلبت أسئلة برلمانية. ذكي. أعطاناكم توصيات. ذكي. لأن من 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 الغباء وإعادة محاولة اختراع العجل إنك تعمل العمل من جديد. والتقارير كلها مشمولة، والفحص البيولوجي على المياه كله موجود، وعلى التربة وعلى نوع البكتيريا وطريقة انتشارها ودرجات حرارة الماء كله موجود، ومؤدية إلى نفس الأسباب اللي اليوم كل ما عليهم يسأل السؤال واحد، العشر توصيات ايش سويتوا عليهم؟ لأن كل شيء عليه، كل شيء لوزير، على الصرف الصحي حق وزير، الكهرباء والماء شيء ثاني. إذن لازم نعمل بطريقة أسرع سمارت. فأنا الحين وجهت هذه الأسئلة وقد تقدمت بقانون، هذا شيء مهم جدا ما حصل في جون الكويت، ولازم يكون له أولوية هذا. والسؤال المهم جدا، مؤسسات البحث، شوف شو اللي صار في جون الكويت. أكو شركة مسوية مستزرعين سمك، مزارع سمك داخل الماء، أول ما حاش النفوق حاشهم، لكن إن ماكو ربط ما بينهم وما بين جهات الدولة، ما وصل البلاغ، الناس ما عرفت. فالسؤال نقط البحثية، هذه السنسرات اللي عندي إياها من معهد أبحاث إلى معهد البيئة البحرية أو معهد الدراسات البحرية اللي في الفنطاس إلى الهيئة العامة للبيئة، هذول ما هم مرتبطين؟ يكون الجواب الصادم لا. إذا ما تعلمه من معلومة هني مو بالضرورة يعلمون الآخرين. تغير المياه، الكرنس الداخلية، الملوحة، نسبة الأمونيا، هالأمور هذه كلها الأساسية في دراسة الماء والجراثيم اللي تعيش فيه غير موجودة بشكل مشترك. عندنا مشكلة ربط، احنا في دولة كل هيئة حكومية تعمل في جزيرة لحالها. صح. ويضيع المجهود ويضيع الانفاق عليهم. صح. على الفاضي. ممتاز. هذا موضوع البيئة، واتمنى يكون له أولوية داخل مجلس الأمة لأنه مهم جدا. يعني 15 سنة أنا أتوقع يمكن ثلثين ما حد سوى في شيء،
لكن أتمنى يكون أولوية، أتمنى النواب يهتمون إذا بيتعاملون مع أسئلتي اللي قدمتها مثل ما يتعامل تعامل إدارة التطبيقي مع أسئلتي. لا أبشر عزك، بيخلص المجلس، خلص انتخابات اللي وراها ولا راح يجاوبون. في قضية ثانية، قضية تعديل قانون الجنسية المزون، خلصنا من هالملفات أعتقد ولا في تعديلات بعد؟ احنا ما ناقشنا تعديلات الجنسية، ما ناقشنا المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية بعد إذا بي إذا إذا بيصير في جنون في المجلس بنرجع نفتح القضايا الشائكة مرة ثانية ونبلق ونخليها على الأولويات مثل قضايا البيئة البحرية ولا قضايا التعليم. البيئة البحرية المفروض تناقش قبل سؤال الجنون. الحين هذا الكلام كله اللي ناقشناه بخمسة أشهر ما كان أولا نقعد نحط لنا ساعتين فيها تكلم عن غلاء المعيشة؟ يعني أنت الحين تبي تقعدني أنا أتكلم عن بنزين مع عدم احترام للطريقة اللي يخرج فيها على العالم ماشي، وأنا عندي مقالة فيها يعني أتكلم فيها عن من شار عليهم أن بنزين اللي حرق شاربك، يعني فأنا موقفي معروف أن الطريقة اللي أخرجت فيها غلط، لكن أناقش البنزين اللي بيكلفني 6 دنانير بالأسبوع زيادة أو بالشهر ما يعني 6 بالأسبوع يعني كله على بعضه كم ما يوصل لك حتى 50 دينار بالشهر. هل 50 دينار بالشهر ولا أطيح سلة السلع الاستهلاكية اللي كل يومين انت رايح الجمعية وتارس لك وقاط لك 100-150 دينار وخلي 150 دينار هذا تصير 70-60 بالتركيز على فتح الوكالات التجارية اللي ما سوت شيء في الحكومة. وخلي هذه الأجبان ولا الأكل ولا هذا يصير لمليون مورد وكسرون بعض بالأسعار ويستفيد منها المستهلك. هذا أولى ولا ما هو أولى؟ تسألني عن البنزين إذا خفضت لك 60-70 دينار أنا على سلتك اللي تطلع فيها أنت زيادة 20 دينار مو مهمة، اضبط الأسعار، اضبط الأسعار واكسر الاحتكار وافتح المجال. في أمور من المنطقة التركيز عليه، من المنطقة أصلاً ما يبيلها. بس يمكن ما يخلونك تركز على هالأمور هذه. كم واحد بيها. هذا السؤال الحين أقول لك إياها. أنت الحين تقول نواب شباب. الحين على البلاط. هاجس الأبطال. خلصنا من اللي كان يتوجب إنك توقف على قضايا يعني شوية شائكة وراح. فأنت الآن كنائب مخير ما بين اثنين، تكمل في هذا الطريق أو تقضي ما اللي الله يعطينا إياه من عمر في هذا المجلس وتخرج للناس شيء تفتخر فيه أمام العالم. باكر لو وقفت على منصتك وانت بين العالم بين قواعدك أنا ساهمت بالمشروع الفلاني اللي ضم له أكثر من 350 ألف موظف وموظفة في القطاع العام مثلا، أو شيء للأطفال اللي يقدر عددهم أكثر من 400 ألف، أو للقطاع الخدم في البيوت اللي يقدر أكثر من 800 ألف. تعالي على طقات تأثر في حياة الناس، تعال خلنا نناقش الخدم وناخذ وعد أمام الناس مو بيننا وبين الوزير إن شهر 8 up and running شركة الخدم up and running 280 دينار ما تزيد يزيد السعر حسب الأسعار اللي جتنا أخيرا من الدول. هذا الشغل اللي يأثر بالناس هذا الآن. بعده تعال نتفرغ حق خلافاتنا يا جماعة ولا ما تمشي البلد، والله ما تمشي. وأنا أقول إذا ركبنا مرة ثانية رأسنا وكملنا في هذا الطريق لا يبين حل. ترى مو هدفي أنا أوصل مجلس الأمة حتى أبقى عضو مجلس الأمة إذا ما أرفع من قيمة وقدر الكرسي. الكرسي ما يشرفني، هذا كرسي بالنهاية خام خبر، أنت تشرفه بعملك وبأدائك. هكذا يجب أن يكون المنطق، مو أتشبث فيه وأركب كل خطيئة علشان أبقى الآن وقد انتهى موضوع هذا. تعالوا خل نركز هذه بصفحة جديدة ونتخيل نفسنا اليوم نجحنا في مجلس الأمة. ما عندنا وقت نضيعه، كلها 4-5 جلسات ينتهي دور الانعقاد ودش بعطلة 4 أشهر. خلونا نوقف وقفة بيننا وبين بعض ونقول كافي مهازل، كافي تأزيم، مو من حقنا أب واحد إيه يسطي على كل آرائنا وكل أفكارنا وكل طموحاتنا واللي أعطيناه حق الناس وقواعد الانتخابية حتى يمشي. وهو أجندته اللي أصلاً قالها ما يهمني نحل المجلس. لا يا حبيبي أنا نائب حالي من حالك ويهمني إن المجلس هذا ما ينحل. ملت العالم وتتجه لصناديق الاقتراع لأن وجدت عندنا فئة لا تقل عن 30% بأي حال من الأحوال فئة الكنبة، مو مؤمن أصلاً في العمل الديمقراطي. هذا كله أنه يودي مكان للأسف. صح. لا أرجوكم يعني ما راح تحصل لك هذه الكمية من التغيير في المجلس، استغلوها. أتكلم مع أخواني الشباب 12 واحد نهز المجلس ونهز مجلس الوزراء لنتفق نقعد على طاولة واحدة، مو معقول ما عندنا مشتركات. وهذا مو بس للشباب، للشباب ولكل النواب حياهم الله. شلون تشوف تعاون الحكومة معاكم؟ ما يعني للأسف لا يوجد، يعني النية موجودة، الوزراء individually متعاونين لكن حكومة متكاملة تيم فريق بخطة بوضوح. ما قدموا دراستهم الاقتصادية؟ ما قدموها؟ كم عمر راح في المجلس؟ يعني مو معقول أنت قبل أقل من سنة أنا واحد من الناس بنيت ندوتي الانتخابية على دراستهم
وقلت يلا أنا ملتزم بدراستك، هي 80% من الحضور صوت على موافق على 80% من محتوى الدراسة اللي طافت، ايش قاعد تقص علي؟ الآن عذر الوحيد أن يأتي بشيء يملى العين قابل للتطبيق، لا هو حالم ولا هو فقير، بس شيء واقعي. وأرجوكم هذا الكلام ما نبي ورق مطبوع، مو كل الناس قادرة على قراءة الأرقام والجداول، الناس تمل. تبي شيء فعلي، اقعد على بوديوم وحط خرائطك وراك والشارتس مالتك وتكلم بشكل علمي. إذا ما تقدر يجيب اللي يقدر، ما هي صعبة. مروا علينا ملوك وحكام في دول الخليج الله ما أعطاهم موهبة الخطابة، لم يكونوا مفوهين، بس ماني مفوه، يجيب اللي يعرف يتكلم، شو الصعوبة؟ الله يرحمك يا شيخ زايد، ما كان يعتلي المنابر وخطيب مفوه ويقطع يعني المنابر، لكن رجل وقت الصجية شوف الفعل، شوف سوا في بلد يعني، خلانا احنا بالكويت نفتخر باللي سواه. العظمة تأتي بطرق مختلفة يا عمي، من المفروض انك تكون حاوي للمواهب كلها. ما في انسان يحوي كل المواهب، انما انسان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف يغطيها باخرين، هذا التيم مانجمنت، هذا القيادة عن طريق الأفراد الآخرين. لتالي حاوط نفسك بالزينين إذا أنت ما كنت تمتلك الموهبة، عادي. كلام حلو. في قضية أخوي أحمد اللي دائما يثار، قضية شلون راح تعالجون قضية البطالة؟ الحكومة ما تقدر تعين. اليوم أنا سويت لقاء قبل كم شهر مع مهندسين بترول ما عندهم وظيفة، بترول ما يبيهم، متخرجين من جامعة الكويت وأفضل الجامعات الأمريكية. احنا اليوم نعاني من بطالة حقيقية، القطاع الخاص له دور، احنا شلون نحل هالمشكلة؟ في رؤية، في قنبلة جاية اليوم، طبعا شبابنا قاعدين بالبيت، انا تجيني اتصالات يومية، مهندسة صار لها سنتين سنة ونص، صعب الواحد يتخرج. قاعد ادندن على هذا الموضوع من الانتخابات التكميلية ابو احمد، شنو الحل؟ واضح الحل. وين الحل؟ التفت العالم شو مسوين؟ اكو حد عنده تقسيم قوى العمل اللي عندك؟ هل اكو دولة في العالم عندها فوق 88% يشتغلون لحساب الدولة؟ هي الراعي، هي الإقطاع الأكبر الدولة. الدولة إذا ما صرفت على مشاريع ماكو سوق، صح؟ كلنا معتمدين على ما تصرف الدولة ومقاولات، ما عندنا سيلف إنجن، ما عندنا مكاين داخلية، ما عندنا سوق صناعي أوردي مرتبط بأسواق برا ويصدر لها. فخق النفط، قل الإنفاق الحكومي، ما يتأثرون، عندهم عوامل الطلب مالتهم مختلفة عن النفط. إذا ما بلش بهذا التفكير الخارج عن السياق اللي قاعد فيه والأطر اللي أنت قاعد تمشي فيها، إن كل شيء يجب أن يأتي عن طريق الدولة، لا طبنا ولا غدا الشر. العالم كله في العالم ما تقل نسبة 42% إلى 60%، وهذا الأصل، إن الناس تعمل لحسابها الخاص. الناس برا بالدول الأوروبية وأمريكا تروح الجامعة مو عشان تشتغل في حكومة، تشتغل لحسابها الخاص، تعرف تدير their own business، تعرف شلون تفتح لها إن شاء الله بقالة، إن شاء الله محل آيس كريم، مو مهم. من هناك تبدي كل المشاريع الناجحة، مشاريع الصغيرة. منو بالجيتس قبل؟ منو هذول المشاهير كلهم اللي طلعوا قبل؟ من كانوا؟ يا طالب فاشل في الجامعة لكن الله معطيه موهبة في الاي تي، يا واحد ما توفق في عمله وطرد وتالي عقب ما صار مشروع، فتح له مشروع وصار عنده. اي زين، شنو المجال؟ احنا ما قاعد نشوف شيء على ارض الواقع. هذا الان اللي اتحاد الجمعيات والجمعيات مغلقة. طيب الحين لا في موضوع اكبر من كذي، من موضوع الرخص، من موضوع انشاء الشركات. الحمد لله انشاء الشركات صدرنا القانون، قانون الان الشركات ولله الحمد، من 60 يوم والان نبي 10 دقائق، هذا كله ابجريد الكتروني، ما يعني ما هو معقد. قابلين احنا راضين، بس ترى احنا طموحنا عالي جدا. اذا جيت بتصلح اصلح صح، لا تعطيني شغل مرقع. انا ماكو شيء ناقصني على اي دوله اخرى، ما ينقص الدول الا شغلتين، عقل ومال، والاثنين عندي. صح، الاثنين عندي، والشباب عندي، يخرعون الشباب اللي عندي والله. وافكارهم مرعبه. الحاصل ان احنا الان الفكره والتركيز كله على تحسين بيئه الاعمال حق اي حين، شاب ولا مو شاب. انا بيك حتى انت اللي تشتغل في الحكومه توصل الى مرحله من كثر ما اجذبك في القطاع الحر انك تقول والله الريسك يسوى اني اترك الحكومه عشان اوصل هناك. بس هذا ما يبي يوم وليله، هذا لازم انسف لك كل الاجراءات الموجوده في الدوله، قانون التجاره كله تفتح يعني طبعا في معاك احد بيشتغل، ما نبلف، معاي 5 ريايل في اللجنه، لجنه تحسين بيئه الاعمال، وعندي اخوه متعاونين في اللجنه الاقتصاديه، لان احنا بعض اعمالنا مشتبكه، يعني شيء جزء نوافق عليه وجزء يوافقون على اللجنه الثانيه، وانا عضو في الثانيه، والعالم متعاونين معانا، وشيء خصنا اعطونا اياه. وانا اقول لك هذه اللجنه الوحيده اللي شوي يعني ترد الروح عندك في المجلس،
شاغولة وشباب، نعرف مشاكل الشباب ونعرف معاناتهم، ترى احنا كلنا عيال قطاع خاص. ترى اذا نجحتوا انتوا كشباب حتكون هالتجربة تنعكس على الانتخابات الجاية، واذا فشلتوا يلا خذها من باب مصلحة، ارجع للحرس القديم. انا اقول لك اياها من الحين، يلا هذا ابي اصلح حق الشباب ربع الباجين. انا اعرف الدرس، انا اعرف ان كلنا احنا بنقط برا اذا ما سوينا شيء للناس. انا اعرف الدرس عدل، وخاصه مثل القانون قاعد تطرح الموضوع الاقتصاد، الاقتصاد والبطاله. ليش خذني انا الحين؟ انا الى الساعه اللي قاعد اكلمك فيها انا انجازاتي صفر، ماكو ولا قانون لي تم مناقشته غير قانون المحفظه، هذا انا جهد مشترك. لكن 35 قانون مقترح بقانون، غير اقتراحات برغبه، غير الاسئله البرلمانيه، غير فعاليتي انا مع الوزراء في حل المشاكل دي تو دي. انا هذه الاقتراحات الناس ما قاعد تشوفها، وبالتالي انجازي صفر، انا مشمول مع هالناس. المجلس كله صفر ماشي، بس على انجازاته في ناس بالمجلس من اعضاء لو انه ما يقدم ولا شيء، ولو انه مو بس ما يقدم، لو انه يأزم ضامن نجاحه، لان نجاحه مو مبني على الانجاز، نجاحه مبني على مد قبلي، مد عائلي، مد حزبوي. فهذا ضامنين، هذا مرشح له وتصوت له وانت عمياني. احنا معاييرنا مختلفه، انا موعد العالم بالعقل والرزانه والمنطق والارقام والدنيا، احنا اللي حاسبوني مختلفين عن اللي حاسبون هناك، فهذه بضامن يرجع انا اللي علمحك. هذا الكلام يشملني ويشمل كل جديد في هذا المجلس. صدقوني نعلم ان في جماعات وفي ناس تضغط عليكم من القواعد على امور يعني استفاده شخصيه، لكن والله الاستفادة العامة، ودليلك على ذلك تجربة عمرها 60 سنة، من يذكر بالخير؟ صاحب أكبر قدر من المعاملات، واللي شاركوا في مشاريع حقيقية نذكرهم، إلا الله يرحم اللي توفاه الله منهم، والله يطول بأعمار الباقين. من عمل لنا مؤسسة تأمينات اجتماعية ولا من هذا، إلا رجال حقيقيين لحد الآن يذكر لهم، خلت اسمهم عملهم ومعاملاتهم. نعم نعم، فأرجوكم طالعوا المدى البعيد، ما للإنسان إلا أثره في هذه الدنيا، بالنهاية كلنا للقبر. اللي يبقى بقصيتك انت تحكم، تبي تمر مرور عابر على العالم كذي يا دوب اسم مثل وايد نواب ما تذكر اساميهم، حتى في المجلس اللي طاف يمكن ما تذكرهم، لم تكن لهم فاعليه، لكن اللي اقروا مشاريع، لكن اللي شارك في مشاريع وشارك بفاعليه يخلدك التاريخ ويذكرك، ما عندك رصيد غيره اصلا. خوش حكي. في قانون بيقدمونه منع الحفلات بالكويت، منو هذا؟ والقهاوي قدم مقترح. اي عدل بل هذا مقترح، يعني أنا بسأل، يعني تركنا كل هالقضايا اللي قاعد نطرحها، بيئة، تعليم، بطالة، تجاوزات، وقف تنمية، واحد يطلع لي يقول أنا بمنع الحفلات، إيش حفلات عندنا؟ حفلات إحنا أساس تمنع. شفت هذا؟ لو ينزل انتخابات الجاية يجيب 6000 صوت. صح، ليش؟ شوف يعني بالنهاية هذا سؤال غريب استغربه، يعني في ناس تقبل رغم مقتك لكل هذه الاقتراحات، وأنا كذلك، إلا أن هذا حالة من حالي، جايبين ناس بل هو أكثر مني الضعف. صح، مثل ما أحترم الناس اللي انتخبتني غصبا علي، أحترم وجوده لا أحترم ما يقدمه، لكن وجوده بإرادة الناس مثل ما تكون يولى عليكم الرجل. تبي صراحة؟ شوف، أنت تنتقد الرجل اللي يوعد بشيء ثم يخلف، بس هذا ما وعد بشيء وخلف، وعوده في الانتخابات قاعد يطبقها الآن على أرض الواقع، هذا ما تلومه، مفروضة اختلف مع اللي قدمه، مفروضة نفذ ما على ربعه. العلة بثقافة عامة، العلة بثقافة عامة وتكرار الخطأ. مو أنت صار لك أكثر من 50 سنة التيار الديني مسيطر عليك. زين وقف، هذا الشعب قاعد تكلمه أنت صح؟ ايه. فكر. فكر. إيش استفدت؟ ولا شيء. تخلفنا. غيرت وما استفدت، تغير عليك شيء؟ إذا ماكو ريسك من التغيير. لك ريسك عليكم أنتم. انتوا لازم تحاربون انتوا وتطلعون يعني الامور الطيبه اللي تفيد البلد وتفيد المواطن في النهايه. انا اقول رساله اخيره، يعني اذا هذا اخر شيء، احنا وصلنا اخر شيء، عندي كم شغله زين باقي لنا 3-4 دقائق. رساله شيء بسيطه، جملتين يعني. هؤلاء اللي كنا نعتقد انهم دهاقنه السياسه، ها، وكبرائها والمخططين لها والمنظرين لها، ترى واقعا لما واجهناهم وجه لوجه ترى ماكو شيء، ترى شكل. لا والله انا اسفه صح، وهذا ولكن داخل ما في؟ لا لا ماكو شيء. خالي؟ والله ماكو شيء. يتحرك. وإذا ما حطيت على 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 على, على يعني الحجة والبرهان وضعتهم أمامه يضيع معاك. لذلك أقول حق الشباب ربعنا لا تهابون، ترى هذه مجرد صور وأشكال تعودتوا عليها وصنع منها الإعلام. نمور من ورق يا رجل، ماكو منطقي تكلم في معاه بأي موضوع، أي يعني أتكلم عن أنا، لا ما عم النواب، أنا أتكلم معروف أنا يعني مبادل من.
المشاغبين. لا يوجد منطق لما يكلمك بقشي. لما تسأله عن أسئلة يعني محرجة وتسأله يعطيك ظهره ويمشي، هذا رأيي هذا رأيي ويمشي. عمي ترى سالفة أن كل واحد حر برأيه، نعم، ولكن اللي يقول رأيه دون ما أن يدلل عليه هذا رأي سفيه، وأنا حر أني أحترم هذا الرأي ولا ما أحترم هذا الرأي. ما إذا ما احترمتني وقدمت لي شنو أصلا دليلك على إبداء رأيك؟ مت محترم حتى هذه فيني، ليش حق أحترم رأيكم كبرة؟ صحيح. فأنا اللي قاعد أقول لك إياه هذا بالنهاية يأيك من انتخابات. تتوقع يعني السؤال اللي قاعد يتداول السياسيين قاعد يقول لك ما كان في، كانوا يتوقعون ما في إبطال المجلس، لكن هناك تعديل مطلوب، تعديل حكومي، وزير الإعلام مطلوب. يعني بعض الوزارة فاضية هذه، وبعض ما قال الرضا يمكن أنا ما أبي وزارة الشباب، أنا خلني على التجارة. تتوقع الفترة الجاية فيه تشكيل حكومة وتعديل وزاري؟ دخلنا في التكهنات لا مو التكهن، هذا وضع اللي يقول لك فيه يعني محتاج وزير محتاج الإعلام. وزير الإعلام ما في شك محتاج أنت وزارة الإعلام بهذا الهيكل، ترى أهم من وزارة الدفاع هذه وزارة الإعلام، محتاجة إلى أن يكون لها وزير يعني فاضي لها، متفرغ له يطور الإعلام. محتاجين ترى أحمد، ترى بس بذكرك في قوانين أحمد. تفضل. الله يرحم أبوك في هالمكان يا ابن الكتاب. قانون الإرهاب، قانون اتحادات الطلبة قدمتوه. عندك شو تشوف القوانين اللي ممكن تأخذها من وايد اليوم موقعين على قانون حتى المطبات الصناعية، حتى المطبات الصناعية موقعين عليه. قانون الإعلام وجنح الإعلام، جنح الإعلام شلناها وحطيناها في حالة العود. مو معقولة أنا الحين قاعد معاك يجيني واحد ذكرت اسمه 500 يروح يشتكي، لا لا، وأنا أغلط الحين على الهواء. شوف أنت اللي المفروض تسوي معاي كضيف على الهواء كالآتي: تعطيني ورقة ديسكليمر برأ ذمه، لا تخوض في الأمور الفلانية، لا تجيب اسم ريال مو موجود، لا ولا عليك ترى مسؤولية القانونية. أنت فهمتني الآن وضع القانوني الحين، أنا إذا خرتها على الهواء مسؤوليتك بالإعادة، إذا عدت الكلام اللي خرته على الهواء تعاقب. بس أنا الحين قايل لك على هو وهكتك بكلمة كذي ما تنقال، أنت تروح والمعد يروح والهذا غيري أنا يعني. تم تعديله؟ هذا تقدم في التعديل ويا من أول ما نجحت. أتمنى والله أحمد تهتمون في هذه القضايا. شوف قضايا الإعلام يعني والحريات الإعلامية اترك عنك، كل هذول اللي قاعد يصايحون على الإعلام هو اللي قدموا هذه، هم اللي قدموها. إحنا اللي قاعد ولهم يشتكون منها الحين. طبعاً لأن هذا لما قدموها كانوا فوق، كانوا يبون أحد ينتقدهم، كانوا في على القمة مسيطرين على المجلس. فحطوا حتى قوانين يعني تلجم أي واحد يقول ويفكر بأن يطالب بحل المجلس، اللي اليوم هم يطالبون بحل المجلس اللي فات 2013. شوف يعني الأيام ودول ها يعني والدنيا متقلبة، خسارة. والآن هم تحت الحين قاموا هم يسبون المجلس يطالبون بحله، لونكم مسوين القانون للأسف. والله يعني نائب أحمد الفضل، أنا شاكر لك على الحلقة المميزة وياك، وأتمنى لك كل توفيق، ويا ربي في العقاد القادم نتكلم عن الإنجازات والمشاريع. لا يفوتني أولا أبارك لأخوي فراج العربي، يستاهل. ويعني نقول يعني من الشباب شباب، ويعني أنا شوف أنا والله الحمد يعني الحمد لله أن حصلت لي فرصة أني أعرف هذا الرجل، أعتقد قيمة مضافة ولا قصورا في بوعذبي مرزوق الخليفة. سعدت في مزاملته وكان زميلي في اللجنة المالية، وحظ أوفر وهذه نتائج انتخابات. أنا ترى مطعون علي، أنا بعد كان ممكن أن يحدث الخطأ، وإحنا كنا طاعنين في فترة من الفترات كذلك على الانتخابات. فيعني جزاك الله خير على كل ما قدمته. دورك ما ينتهي يا أبو عذبي، دورك موجود كفاعل، ويعني مساهمة في إصلاح البلد تأتي من عدة طرق فقط من الكرسي. الكويت اليوم محتاج من يبني حتى لو في أخطاء، بس أنا متفائل مصرح. في في العضو الجديد انه إن شاء الله جاي بنيه مساعده، يبي هالخمسة اشهر ستة اشهر وتكلمه وقال الشباب واشار للشباب. وعنده ميزه فراج، ميزته ما تداخل في الاشهر اللي طافت، ولا عاد ولا عنده موقف يحسب عليه ولا هذا جاي بعد ما خلصنا المشكله هذه كلها، مشكله الابطال، فمو محتاج يركب لا موجه ولا شيء. وانا اربأ فيه انه يركب، يعني حسب المعلومات اللي انا اعرفها عن الرجل، الرجل يعني ذمه نظيفه وستيت. الله يوفقه النائب أحمد نبيل الفضل، شكرا لك. الله يحفظك، ألف طول بعمرك إن شاء الله. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج وجه لوجه، نشوفكم السبت الجاي إن شاء الله. أدعو الله أن يحفظ الكويت، الكويت أولا، والله يصالح حالك.